صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حسن الخليقة والخلاق من الصبا هو رابع الأطهار أصحاب العبا، إن كنت في الدارين ترجو فضله سلم وصل على الإمام المجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا سيد شباب أهل الجنة إمامنا الثاني الإمام الحسن المجتبى، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى جعل طرق الهداية للإنسان في هذه الدنيا طرق واضحة بينة. في سورة المؤمنون يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهدانا إلى الحق. طبعا الناس أحرار، من أراد أن يقبل ومن أراد أن لا يقبل، ولكن يبين طرق الحق. كما ذكرنا في الليالي الماضية هاي الهداية الإلهية المعصومة التي لا تخطأ. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن يقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط يعني العدل. بالعدل قامت السماوات، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذه الموازنة. أبو علي سينا عنده كلمة حلوة، كلمة حكيمة، يقول طبعا هاي قضية في مجال الطب، هو يقول قضية مادية، يقول: كل طعام قليله دواء ومتوسطه غذاء وكثيره سم وداء. طبعا أبو علي سينا رجل طبيب حكيم،
إذا واحد يأكل شيء قليل، مثلا واحد أكل تفاحة واحدة، نصف تفاحة دواء، إذا أكل متوسط أكل ثلاث تفاحات غذاء، إذا واحد أكل كيلو تفاح هذا يصير سم، سم وداء، يعني تجاوز الحد. شوفوا واحد عطشان يشرب قلاص مي، صحة وعافية، يشرب قلاصين لا بأس، إذا واحد شرب بالقوة خمس قلاصات عشر قلاصات هذا يتمرض، يعني مو فقط ما ينفع، وهكذا باقي الأشياء. إذن المطلوب من الإنسان الموازنة، الله سبحانه وتعالى جعل الميزان في الحياة. ولما يسأل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامنا سلام الله عليه، يعني يا أمير المؤمنين ما هي أفضل الفضائل؟ أفضل الفضائل شنو؟ الإمام عليه السلام كلمة واحدة قال الإنصاف، أفضل الفضائل أن تكون منصف. هنا أنا أكو بحث فلسفي، الفلاسفة يقولون بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل في داخل كل إنسان أمور فطرية اللي تعرف بالغرائز. من الأمور الفطرية الملحة على الإنسان أنه يحب حب الإنصاف لنفسه. دققوا شوية، أنا وياك إحنا بشر، لما نطلع نحب الناس يحترمونا، نحب لما نمشي أحد لا يشطب سيارتي، أحب لما أمشي واحد ليس علي الطريق، أحب الناس ينصفوني، أي شيء أريد العدالة لنفسي، هذا غريزة حب الإنصاف، ولكن يحب الإنصاف للذات لنفسه. هاي الغريزة ما يحبها لغيره عامة، يعني ما يحب واحد يسد علي الطريق، بس إذا هو سد طريق الناس عنده عادي. ما يحب واحد يأذي، بس إذا هو أذى الناس يحاول أن يبرر الموقف، ما يحب يسد الطريق، ما يحب يتعدى، ما يحب وما يحب، ولكن بالنسبة لنفسك هذا كله هاي غريزة. كما تحبه لنفسك أحب ما تحبه لنفسك لغيرك. إذن أفضل الفضائل كلام أمير المؤمنين، أفضل الفضائل الإنصاف، ما أحب أحد يكذب علي، ما أكذب، ما أحب أحد يغشني، ما أغش، هذا الإنصاف. الذي الإمام الصادق عليه السلام إمامنا يقول أنا أضمن الجنة للمنصف، الله منصف أضمن له الجنة. يا آباء إذا ابنك تزوج بينك وبين الله شوف بده يأذي مرته، انصح ابنك. تحب بنتك تتزوج نسيبك يأذي بنتك؟ مثل ما تحب بنتك لازم تحب بنت الناس، هذا واقع ويعكس المسألة. إذا واحد زوج بنت من ولد أحب هذا الولد يكون متدين، أحب هذا. إذن إذا ابني تزوج بنت الناس أيضا انصحه خلي يصير متدين. أنصف الناس من نفسك، هذا جدا مهم. الإنسان يحاول في هذه الدنيا الإنصاف، لأن المردود يرجع إليه، إن خيرا فخير وإن والعياذ بالله وإن شرا فشر. إذا واحد أنصف الناس الله سبحانه وتعالى يغلي في طاسته، هو اللي يحصل. والدنيا إخواني دار جزاء، الدنيا دار عجيبة وغريبة. أكو دكتور طبيب إيراني عنده كتاب مذكرات كاتبها، دكتور عبد الوهاب اسمه. هذا الرجل يذكر قضية الآن بالمناسبة أنا أذكرها، شوفوا قضية عجيبة وغريبة. في طهران أكو مدينة قريبة من طهران اسمها ري، هناك اللي عبد العظيم الحسن عليه السلام مدفون، منطقة دولة آباد، منطقة العرب. في مدينة ري أكو مستشفى الآن موجود اسمه مستشفى فيروز آبادي، مستشفى إلى حد الآن موجود. دكتور عبد الوهاب يقول أنا توني شنو طبيب جراح في مستشفى فيروز آبادي، عندي استادي دكتور مظفر، دكتور مظفر بيوم رجال شايب استادي أيضا جراح، ويريد يعلمني كيفية الجراحة. يوم طلبني، شفت رجال شايب هذا نعوذ بالله رجله بها مرض السكر الشديد، لازم تبتر رجله حسب طبي ذاك اليوم، لازم يقطعون رجله. يقول انطاني قلم ماجيك، قال لي لازم المكان اللي انا اشطب تقطع رجل هذا الرجال المريض. يقول اخذت القلم بيدي،
اجيت على هذا المفصل قلت له منا انا شو طبيت؟ قال لا اصعد شوي بعد صعدت. قلت منا انا شو طبيت؟ قال لا اصعد. صعدت اجيت للركبه قلت منا انا ابتر اقطع طبعا من شار كهربائي وكذا على طريقته. قال لا بعد اصعد. شلون؟ يقول انا كل ما اصعد دكتور مضف والاستاذ يقول بعد اصعد. صعدت صعدت الى فوق الفخذ وكل ما القطع يكون اعلى اصعب، يعني اذا كان بساخ الرجل اسهل مما يكون على طريق الفخذ على طريقه الاطباء طبعا بها صعوبه. المهم عمليه صعبه تصير. يقول وصلني الى درجه فوق الفخذ قال منا انا اقطع رجلي ابتر رجلي سمعا وطاعه. يقول انا ضربت بنج وبالمنشار الكهربائي قطعنا رجله بعدين خيطنا. الرجال الشايب صاحب مرض السكر كان في غرفة الإنعاش كاتب الكتابة دكتور عبد الوهاب يقول أنا ذكرت قضية القضية وما فيها أيام طفولتي أيام الحرب العالمية الثانية نعوذ بالله في طهران صار قحط مواد غذائية ماكو وغالية غالية المواد الغذائية الآن وهي الحالة اللي تصير مع الأسف مع الحصار الأمريكي. الله إن شاء الله يفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. يقول قونية الطحين يعني كيس الطحين مثلا أفرض بيومها كان قيمته 10 تومان غلى صار 30 قاط أغلى غالي. يقول أنا دكتور عبد الوهاب يقول أنا ويا والدي رحنا يوم واحد تاجر طحين والدي شال قونية كيس طحين قال له حجي هذا الكيس ايش قال سعره؟ هو سعره ذاك اليوم 10 تومان قال اصعد قال 15 قال اصعد قال 20 قال اصعد 30 اصعد الى ما باع لنا يا 70 تومان 7 أضعاف اغلى لان ايام الحرب. يقول انا تذكرت هذا الرجال كل ما شطبت ويا ماجيك على رجله قال استاذي دكتور مظفر يقول لي اصعد اصعد انا ما قطعت من فخذه ذكرت ذي القضيه. وشاءت الاقدار الالهيه ان بعد ما رجعنا الى غرفه الانعاش شفت هذا الشايب اللي قطعنا رجله نفس هذاك ابو الطحين. اسمعني لو لا هذا ابو الطحين اللي يوم من الايام ما رحم الناس باع كيس الطحين اللي قيمته 10 ب70 ورا كم سنة الله خلاها بطاسته. كل ما يقول أقول للدكتور أقطع يقول اصعد 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 إلى ما قطعت رجلي من فوق الفخذ. هذا الدكتور يذكر هذه القضية يقول هذا قضية الأخذ والعطاء. إخواني في هذه الدنيا بأي يد تعطي تأخذ. اعكس المسألة تعال فرد واحد تقدر تساعده لله ساعد يوم اللي يطيح الله يساعدك. يا ابن آدم كلام الله يا ابن آدم اذكرني عند غضبك اذكرك عند غضبي. انت الآن تقدر تنتقم عندك عشيرة عندك ربع عندك سلاح اي شيء ولكن لله ما انتقم لله ما انتقم. قبل سنتين كان عندي مجلس بالبصرة اجاني ضابط مقدم تاج ونجم رجل محترم هاي قصة سنتين قبل. قال سيد انا كنت مأمور القاطع بين جسر المسيب الى كربلاء ايام الـ40 كنت انا المسؤول عنه. هذا مقابل دكتور عبد الوهاب يقول كنا مسؤولين على هذه المنطقة انا قائد العمليات سويت طريقين طريق للسيارات طريق للمشاة مشاة جايين من بغداد. خليت على طريق المشاة عندي ضابط تو خريج من كلية العسكرية عنده نجمة واحدة ملازم ولد بغدادي رشيق جميل وبملابس العسكرية. قلت له بابا انت فلان هاي النقطة بيدك خلاص اخذ لي تحية حاضر. يجون الناس الزوار اللي عن طريق السيارة يقول لي روح منا اللي عن طريق المشي يقول لي روح منا. يقول اجى في واحد هذا ما انسان مجنون عقله ما ادري اجى راح من طريق السيارات. هذا الملازم الضابط اللي جوا ايدي قال له عيني روح من ذاك المسير هاي مسير الزوار مننا. وقف هذا الرجال يسب الضابط مالي
قال لي أيام صدام شو تتأمرون عني؟ ليس تتأمرون وانت شنو دخلك وكيفي؟ يا أخي شنو صدام شنو هالكلام؟ أنا أقول لك إحنا منظمين الطريق، هذا طريق السيارات، هذا طريق المشاة، روح من طريق، قال أمشي من طريق السيارة غصبا عليك روح. يقول مشي كم متر، هذا الضابط اللي جوا إيدي أبو النجمة فدور حس من وراه جاره قاز شاف كسر راسه، دم قام يفور من راسه، تدري ضابط شاب بغدادي ونجمة وفي حال الخدمة مع الملابس العسكرية يقدر أي بلاء يجيب على رأس هذا الإنسان. يقول نزل الدم شاف دم، قال له روح أني ما سوي لك شيء احتراما للحسين عليه السلام روح. يقول ذاك الزائر ذاك الرجال الماشي هم انطار على كم سبه وراح، هو عند نفسه كلش بطل يعني كسر رأس هذا راح. هذا المقدم اللي يقول المصراوي قال سيد هذا الضابط أبو النجمة اللي رأسه انكسر صار لست سنين متزوج ما يصير العيال، ما خلى الدكتور ما رايح ما يصير أولاد، بمجرد أن انكسر رأسه وكل شيء ما قال وعفاه زوجته حملت أجابت لتوم ولد واحد أحلى من الثاني عرفت. اللهم صل على محمد والله. الله يقول أنا ما أضيع، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما أضيع، أنت لله اعفي عنه، وإلا هذا ضابط شاب رشيق كان بإمكانه بإيده كان بإمكانه يشيل الإسلاح كان بإمكانه أي شيء يسوي، رجال طروكي كاسر رأسه بدون ذنب، ولكن العفو. هذاك الله بلاب من شار الكهرباء، وهذا الله سبحانه وتعالى عوض بولدين، يعني بدل 8 سنين ما عنده أولاد بدل واحد الله طاف 2. هذا الطريق. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا الكيل والميزان مصداق، يعني إذا أنت عطار بقال تبيع بضاعة أوفوا بالقسط بالعدالة. إذا واحد قال لك اعطيني كيلو لا تعطي 999 غرام، انطي 1000 غرام وشوية أكثر. الله يرحم الماضين كانوا بغداد بكرمل، أنا أذكر لما كنا نشتري مثلا شوية جبن كان الكفة تضرب عنقاء يخلي يقول هاي مش ماله، أذكر القصاب العطار أبو الشكر أبو الدهن كنا نشتري أي شيء يخلي شوية أكثر يقول هاي مش ماله، هذا الكفة كان تضرب، كان أبو كفات الموازين. الآن هذا الميزان أبو الغرامات بعضهم يخلي على رأس الغرام، عم يخلي يصير 1000 غراميا شوية أكثر نطيه شماله، الله يزيدك الخير والبركة. مكانيا الله يقول ويل اسم بئر في نار جهنم، هذا البئر لمن يفتحوه يتأذى منه أهل جهنم، اسمه ويل. مكاني الله يقول ويل، مكان الذي يعتدي على أعراض الناس، مو أعراض قصدي على النساء لا على ما يوجه الناس. ويل المن لكل همزة لمزة، هذا الذي يعيب على الناس همز، هذا الذي يحكي على الناس لمز، يحكي بالواحد بطريقة خاصة، أنا يحكي مثل حتى أضحك ربعي، واحد عنده مثلا شوية رجل شوية بيعرج يمشي بطريقة أنا أمشي مثل حتى أضحك ربعي، هذا ويل لكل همزة لمزة، هذا في قعر جهنم بئر هناك يذبو. هذا واحد. ثانيا الذي يعتدي على أموال الناس، أيضا القرآن يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لمن أشتري البضاعة من التاجر العمدة أشتري من عنده طين أقول له حج خلي شوية شمال علي طين وميت كيلو فوقها ينطيني، لما أبيع الكيلو 995 غرام أنقص، هذا الويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، جدا صعب ذاك اليوم. دير بالك عزيزي، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من باب تشبيه المعقول بالوحش هي قضية معجزة، ولكن إحنا نريد نستفيد، هاي تصير بالسوق دائما. الإمام عليه السلام يوم من الأيام إجي يزور ميثم التمار،
بطريقه سوق الكوفه، ما كان عنده تكبر امير المؤمنين. ميثم لما شاف امير المؤمنين عليه السلام قال سيدي انا لحظات اريد اتوضا، الامام قال روح اتوضا انا قاعد هنا انا بعلك. اجى واحد اشترى هسه بوزن هذاك اوقيه، اوقيه عشان نقول بالعراق اوقيه، اشترى اوقيه من التمر. كم قيمه التمر الاوقيه؟ كان درهمان. الامام قال له خلي الدراهم على الميز وروح. خلي الدراهم، شال التمر راح. رجع صاحب الدكان ميثم، ميثم التمار. الامام عليه السلام قال هذا رجل اجى اخذ اوقيه من التمر، هذا هم الفلوس ماله. ميثم شال التمر قال يا امير المؤمنين هاي الفلوس غش، هاي دراهم مو فضه مغشوشه. الامام ابتسم قال التمر راح يكون مر بحلقه، راح يرجع التمر، اصبر اشوف. هذا درس ها؟ ورا كم لحظه الرجال رجع قال عمي هذا التمر اللي اعطيتوني مو حلو مر. ميثم قال له فلوسك مغش، شيل فلوسك روح. هاي من معاجز امير المؤمنين، يريد يقول لك لما تتعامل ويا الناس لا تتصور بس تتغششهم، الله موجود، الله يسوي التمر الحلو بحلقك مر. ها؟ واوفوا الكيل والميزان بالقسط. دير بالك، هذا في المجال المادي، في المجال المعنوي ايضا. يقول بعض الناس اذا الله وينه؟ الله وينه؟ تتصور الله بيشوف؟ اكو مجلة اسمها مجلة الجريمة، مجلة بالكويت تنطبع. هاي الكويت مدينة صغيرة ربع بغداد، كلش صغيرة الكويت، بيها جرائم اللي يطبعون عليها اسبوعيا مجلة، كل اسبوعين مرة. عندي المجلة الان، انا عندي المجلة ويا العدد ويا الرقم. في مجلة الجريمة يذكر هاي القضية، رجال كويتي، مو قصد الكويتي اقول يعني طائفية، لا رجال مسلم متزوج مرية قبل 36 سنة، 36 سنة مهر النساء ايش قد كانت؟ 200 دينار، عادي كان. هسه هاي المهور صعدت، واحد نعوذ بالله ما يقدر يتزوج، يخلون 50 مليون، 20 مليون، 10 ملايين غايب، 10 ملايين حاضر، ابو مشي غير بلية تروح تتزوج، ما تبيع بنتك انت مثل الحيوانات. المهم هذا الرجال الولد يكون شريف متدين يستر على بنتك، هذا المطلوب. يا أخي بنتك مو أعلى من فاطمة الزهراء، رسول الله ما باع السيدة الزهراء، أمهر الزهراء ب480 درهم فضة بفلوسنا اليوم، اليوم بالفلوس العراقي 480 درهم فضة يصير 200 دولار، بس بنتي أعلى من فاطمة الزهراء، هذا مهر السنة، وبارك الله في مهر يكون بمقدار مهر السنة. وين اللي يسمع كلام رسول الله؟ يصعدون المهور. المهم إنسان ما يخصني، هذا الرجال متزوج المرأة 36 سنة قبل بيش 200 دينار، 200 دينار الآن ما له قيمة. الآن ممكن بعض الكبار بالمجلس متزوج 40 سنة قبل ماخذ مرتب 300 دينار، 200 دينار 40 سنة 60 سنة قبل كان مبلغ، أنا ما أنا قيمة يا أخي، أنا 200 دينار قرصة خبز. زين، من سوء حظ هذا الرجال بخيل، والله لا يبليكم بالبخيل، شحيح مليونين بخيل ما ينطي. البخيل لا يدخل الجنة، رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صير كريم انطي. البخيل ما يدخل الجنة، بخيل ما ينطي. صاير له ما ادري كم طفل، 4 5 شك من عندي على كل مجموعه اطفال، المره تقول لي يا رجل اني مره حالتي حال باقي الكويتيات، انطيني اصرف على نفسي اشتري، ما عندي. زين انطي لي اولادك، ما عندي، دبروا حالكم. ينطيها مبلغ قليل على كل ياذيهم. ضغط على المره الى ان يوم من الايام المره قالت بابا مهري لك، طلقني طلقني، انطيني مهري، ما اريد مصرف، انطيني مهري وطلقني. شقيت ضحك الرجال، قال مهرج 200 دينار، 200 دينار فلوس الكويتين يقولوا له جوتي يعني حذاء، فلوس زوج حذاء، شنو قيمته؟ اعطيك. من كثر ما ضغط على المرأة، هنا بين قوسين اخواني اذكر لكم هاي الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من تزوج، دقق هاي الرواية عن رسول الله، من تزوج امرأة
وقصد نوى بقلبه، نوى أن لا يعطيها المهر، يعني أخذت مرأة قصدي أخذها أأذيها، إنها ما تقول عمي أتنازل عن مهري، فكنا فكنا فكنا، شفت فين شرك؟ كتب عند الله زانيا، لأن أنت ما كان قصدك تتزوج تفتح بيت وتجيب عيال، لا لا كان قصدك تضحك على بنت الناس، كتب عند الله. الله وينه؟ الله وينه؟ هذا مهم. هذا الرجال ما ينطي المرته، كل ما المرة تتوسل به ماكو، أخيرها تاقد نفسها ورا 36 سنة عمر وجايبت لما هذه 5 أطفال 6 أطفال ما ينطي. المرة راحت اشتكت في المحكمة، المحكمة بنصحب الرجال، الرجال ما عنده ما بشي كلمة. المحكمة قرروا يوم الخميس ساعة 11 الصبح الطلاق، روحوا تفاهموا، إذا ما تفاهمتوا الطلاق. لا حاضر الرجل. هو حاط بذهنه أن أطلقها، ما شاء الله البنات الشابات أخذ لي واحدة حليوة وشابة وصغيرة وتونس، ما فكرت هاي أم عيالك، ما فكرت هاي قضت وياك باليابسة والخضرة والفقر والجوع وطول عمر عيشت عمر، وين الوفاء؟ هذا جابت لك عيال، جابت لك أطفال، الله يدري كل ولادة المرج قيل تشوف من البلاء والعذاب، هذا من الوفاء الآن ولا 36 سنة تقول كيفي؟ لا بتخلي بذهنك أطلقها وأخذ لي واحدة شابة صغيرة، يا أكو شابة صغيرة ممكن، ولكن الوفاء وينه؟ الله وينه؟ هذا إذا أكو واحد كاتب مصري اسمه سلامة موسى مسيحي، كاتب كتاب اسمه أين الله؟ الله وينه؟ عود بهذا الكتاب يذكر قضايا من الظلم، يقول فلان ظلم فلان، وين الله؟ ترى الله موجود. الإمام زين العابدين سلام الله عليه طالع للحج، بطريق الإمام جاء واحد حرامي، ذول قطع الطرق، اجى من الإمام زين العابدين عليه السلام قال للإمام أعطني ما عندك أنا سلام. الإمام قال أنا أنطيك نص ما عندي، يعني دراهم وياي كذا، نص أنطيك إياه برضا خاطري، مو حرامي لا حلال، وروح. قال لا أريد كله وأقتلك بعد. الإمام عليه السلام قال زين أنطيك كل ما عندي، أخذ الفلوس روح وخليني بحالي. قال لابد من قتلك. الإمام عليه السلام قال له إذن أين الله؟ هذا أين الله خلوه ذهنكم يا ناس، فاذكروا الله. القرآن يقول أين الله؟ ضحك الحرامي، ليش ويا القامة ما توي؟ قال لي الإمام زين العابدين إن ربك نائم، بس قال إن ربك نائم وإذا بأسدين. هذا حجة الله، هذا زين العابدين، هذا الله يحافظه. اجوا 2 أسود سريعا في خدمة الإمام زين العابدين، واحد أخذ من رأسه واحد أخذ من رجليه. الإمام عليه السلام التفت قال إن ربي ليس بنائم. إذا شفت ترى الله مو نايم، حلو دا يشوف، حلو دا يشوف، بصير. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير، بصير، حلو دا يشوف. وأنتم مظلومين يا مظلوم، لا تخاف إن ربك لبالمصار، الله يأخذ حقه. هذول الأسود بالرواية أكو قطعوه وقام بأسنانهم بألسنتهم يلحسون حتى الدم من على الأرض، كل شيء ما خلوه له حتى قطرة دم، راح إلى جهنم وبئس المصير. لا تقول الله مو موجود، الله موجود يشوف. هذا رفيجنا الكويتي عند المجلة، ها بدون مضرق ما أدعوك، مجلة الجريمة عندي المجلة، الكويتي قال أطلقها. هو هذا الساعة المباركة يوم الخميس، المرأة المظلومة منتظرة تروح تطلق تأخذ مهرها شقد 200 دينار فلوس زوج حذاء. الرجال قاعد قدام المراية وكشخ نفسه وخلى الغترة والعقال والبخور والعطور ومكشخ، ها راح للمحكمة. المرأة راحت المحكمة، موعدهم شقد ساعة 11 عند القاضي طلاق. وصلوا للمحكمة 11 إلا ربع، الله عنده شرطي
الله أكبر. هذا الشرطي اسمه عزرائيل ملك الموت. قال رسول الله: إن أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات. قيل: يا رسول الله وما هو هذا؟ قال: الموت. ماكو موت وراكم؟ الله بدأ يشوف. إجا رفيج الكويت مكشخ يطلقه وياخذ واحدة حلية وشابة، 11 إلا ربع آخ صاح طاح ودو مات خلاص، مات ما طلق. قبل ما يطلق مات. تعالوا على أمواله. إذا مات ابن آدم، رواية رسول الله، إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ما قدم. الملائكة يقولون: هذا حجي، كم طفل يتيم انطي، كم ركعة صلاة مصلي، شنو من ثواب عنده؟ على فكرة صلاة الليل اللي تنسوها أرجوكم إخواني ثواب، يعني يشهد الله أحبكم لو أقول، صلاة الليلة قبل ما تطلعون 4 ركعات، ركعتين بركعتين، كل ركعة يعني كل ركعتين تشهد وسلام، كل ركعة بعد اقرأ الحمد 7 مرات، هذا رقم 7 لا تنساه، الحمد كرر 7 مرات ومرة إنا أنزلناه بس. كل ركعة تأخذ من عندكم 1.5 دقيقة، صلوها 6 دقائق، وبالمسجد 100 ضعف ثوابك أكثر من البيت. صليها بعد ما سلمت 4 ركعات، أخذ بيدك السبحة 100 مرة، قول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. هذا أنا كل ليلة خميس أذكر وين من العالم أكون على المنبر، ثواب عظيم عظيم عظيم، واحدة من ثواباته صفحة كاملة المرحوم العلامة المجلسي يذكر في بحار الأنوار، واحدة من ثوابات هذا العمل، الله يكتب لك 40 مليون صلاة مقبولة، 40 مليون، 40,000 صلاة مقبولة في ميزان أعمالك، لا يفوتك لا يفوتك. هليال اللي يصليها، هليال اللي يكون شاطر، هليال اللي يشيل وياه. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ما قدم. وقالت الناس: ما ترك. الناس يقولون: كم عمارة عنده؟ الناس يقولون: كم سيارة بي ام عنده؟ هذا الناس كم قصر عنده؟ مو فلان يموت، هذا المول ماله، هذا الملك. أكو واحد يقول: ماذا قدم لآخرته؟ ترى الناس ينسوكم يا ناس، قدم. قالت الملائكة: ما قدم، مات هذا الكويتي. تدرون إيش قد كانت فلوسه؟ إرث المرأة عند السنة، طبعا كانوا من إخواننا السنة، عند السنة وشو بنص القرآن: ثمن 1/8 يصير إرث المرأة. هذا الذي ما كان ينطي مصرف المرته، حكمت المحكمة وصل حق المرأة فقط 7 مليون دينار كويتي، يعني تقريبا 25 مليون دولار ورث المرأة فقط. وأنا الله لا تظلم لا تظلم، ما انطاها حقها، الله ياخذ الحق. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم اخره ياتيك بالندم. سلام الله عليك يا امير المؤمنين. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. المظلوم نص الليل يفتح عيونه يقول: إلهي أخذ حقي من هذا الظالم، أنت نايم تشاخر. يدعو عليك وعين الله لم تنم. اعكس المسألة، أكو ناس من المؤمنين الآن ما شاء الله بالمجلس قاعدين
هذا بالليل هو نايم أكو عيون مفتوحة تقول إلهي أحفظه، إلهي ادفع عنا البلاء، إلهي استر عليه وعلى أهله. هذا مقابل هداك سوي شيء الناس يقولون رحم الله والديك. أنا ما أقول أمير المؤمنين يقول عيشوا في الناس عيشة إذا عشتم حنوا إليكم. الناس تمن يقولون حج فلان الله يحفظه الله ينصره، رجل شريف رجل خير، هذا أحسن. لو الناس يقولون الله يلعنه ظالم ظالم، لا نكون من الظلمة لا سمح الله. امسحوا أسماءكم من أسماء الظلمة لا سمح الله إذا موجودة، تعالوا إلى أسماء المحسنين. قسموا الورث، الله انطاها حقها، الله يقول أنا موجود. وأوفوا الكيل والميزان، إذا صار قرار الإنسان في هذه الدنيا يريد يعيش عيشة الإنصاف والضمير والوجدان، أنت الربحان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إذا سويت خير لا تخلي مني على أحد. رسول الله يقول بأمر من الله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قول الحمد لله رب العالمين اللي صرت من المؤمنين، صرت من أهل المسجد، صرت من أهل الخير، صرت من أهل الصلاة. وإلا اللي ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى يا أخي شنو حصلوا في الدنيا قبل الآخرة؟ وبعدين الدنيا تنقضي بسرعة تنقضي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شر بشر عقيبه الجنة. إذا واحد في الدنيا شاف شر ولكن النتيجة جنة. ياسر أبو عمار، عمار بن ياسر، عمار ذاك اليوم شاب عمره 20 سنة، مقابل عينه شاهدين أبوه بعمد وشاهدين أمه مرة شاهديها بعمود، يحرقوهم بالنار يجووهم يضربوهم. هذا شاب قلبه يحترق، أنا الغريب قلبه يحترق، فكيف مقابل عينه أمه وأبوه؟ مر رسول الله قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا العذاب يسوى، أكو وراء المال يسوى، العراقي يقول المال يسوى، أكو وراء جنة. ما شر بشر عقيبه الجنة وما خير بخير عقيبه النار. حقيقة هذول الذي في الدنيا يجمع وبعدين يموت يطلع خالي اليدين. هنا أنا قريب من عندكم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر عند طاق كسرى، هذا طاق كسرى جو الطاق، أمير المؤمنين صلى ركعتين، أنا مكان محترم، روحوا لزيارة سلمان سلام الله على سلمان. شوف هذا طاق كسرى إخواني الآن من العجائب السبع في الدنيا. من هذا لو كان بألمانيا كانوا يشوفون شلون يسووا له وزارة السياحة، بس احنا مظلومين العراقيين، حتى بزازين ما يروحون يزورون. بابا 700 سنة عمر، 1700 سنة عمر هذا الطاق، طاق عمره 1700 سنة وذرة حديد ما شايف. شنو هاي الطوابيق؟ شنو هذا المادة اللي لازقة هاي الطوابيق؟ 1700 سنة أمطار ما أدري غبار عواصف ما خربته. طاق كسرة، تحت هذا الطاق تقريبا 1000 متر مربع شايفين اللي شايفين بدون أعمدة، ارتفاع عجيب، يقعد الملك الامبراطور الفارسي ملك الفرس كسرى. شوفوا تاريخ عجائب، هاي كانت 7 مدن يقولونها مدائن، أنا مسميها المدائن، بس أنا مدائن خربانة حتى الشارع مبلط ما بيه. هذاك اليوم كانت جنة الدنيا المدائن، من يقدر يوصل للإمبراطور؟ هذا الملك الذي كان تحت إيده 700 فيل حربي، هذاك اليوم الفيل الحربي على دبابة، 700 فيل حربي، 4000 فرس جاهز للحرب، جيوش راقصات كنوز من الذهب والمجوهرات. أمير المؤمنين عليه السلام وصل هنا، اختصر صلى ركعتين، واحد كان من أصحاب أمير المؤمنين ويا شاف هاي عبرة، روحوا شوفوا أرجوكم إخواني أخذوا العبرة.
قال جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. أمير المؤمنين عليه السلام قال لي ايش شكل تحكي؟ اقرأ قوله تعالى، اقرأ القرآن أحسن من الشعر. كم تركوا من جنات وعيون مدائن وين وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هاي العبرة. هل كم يوم اللي موجودين في الدنيا أوفوا الكيل والميزان بقدر الإمكان؟ نحاول نكون منصفين في حياتنا، عادلين في حياتنا. الدنيا تمر سريعة، متمر حقيقة. اسألوا هذول الشياب المجلس، قل له حاج تذكر 60 سنة؟ قل ايه اذكر ايام الملكية، شلون بغداد كانت حلوة كذا ايام زمان. لا خلص انت. هذاك اليوم يقول لك انا قاعد ويا بعض اهل بغداد، يقول سيد انا انسان عمره 10 سنين 15 سنة، نروح شلون بالشورت شلون بالسوق شلون، وين شيء ابن بيد عصاية عكازة وباشر دوري ودورك. ترى هذا الزمان دواري، كلنا هذا مسيرنا. اذا نحاول بقدر الامكان نحافظ على هذا الجانب العدلي في حياتنا. بالعدل قامت السماوات. إذا أنت إنسان عادل مرتكم ترتاح، أطفالكم يرتاحون، جيرانكم يرتاحون، أنت هم ترتاح، ربكم راضي عنك، رسول الله راضي عنك، تعيش حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة تكون من أهل الجنة. هاي معادلة النجاح الله سبحانه وتعالى يعطيكم في مجال الهداية الإلهية. عجيب هاي الآيات في القرآن. إن شاء الله باكر بالليل، طبعاً مجلسنا باكر بالليل راح يبدأ 8 على العادة، الليل استثناء أكو مواكب من بعدين إن شاء الله يقوم بمناسبة شهادة الإمام المجتبى سلام الله عليه، ولكن باكر بالليل على العادة 8 إن شاء الله. أتشرف بقراءة حديث الكسائي الشريف وأختم المجلس ليلة الجمعة إن شاء الله. الحاضر يبلغ الغائب، خصوصاً أصحاب الحوائج. راح أكمل إن شاء الله الآية المباركة باكر بالليل إن شاء الله. هاي الآيات في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى يعطيكم معادلة النجاح بالفرض. إذا نعوذ بالله واحد مو ملتزم مو متدين، هي هاي معادلات للنجاح. الإنسان العادل الكل يحبه، الملك العادل الكل يحبه، الرئيس العادل الكل يحبه، كائن الملك العادل شيء زين، والظلم شيء قبيح، الكل يكرهون الظلم حتى الحيوانات. الإنسان لازم يكون عادل كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. عندك بهيمة بالبيت، عندك حيوان، اعدل ويا الحيوان، لا تظلم الحيوان، إلى حقوق هذا الحيوان. أصلا عندنا بحث في علم الحقوق حول الإسلامية حول حقوق الحيوانات. بالمناسبة أيضا أذكر هذا الشيء إخواني، أنا شايف الطريق بغداد، هم من طريق ديالة لما تجي، هم من طريق كربلاء لما تجي، رجال حاط كم حيوان قدامه، كم خروف. يجي واحد يشتري خروف، هذا الخروف يأخذ مقابل عين باقي الخرفان يذبحه. هذا العمل مكروه 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 إلى أبعد الحدود في مذهبنا خصوصا، مكروه. روايات تقول الحيوان الذي تريدون تذبحوه، أي حيوان، سأخذ بعير بقر غنم، مستحب لا يشوف السكينة، ترى إلى مشاعر هذا الحيوان، لا تبين نتيجة الذبحة، يعني أخذ بالمفاجأة، فاجأة بالذبح، مو انه تراوي له السكينه، لا، ومقابل عين باقي اصدقائه. امم انها امم مثلكم، هذه يحس هذا الحيوان، مقابل عين باقي الخرفان ياخذ خروف. زين، اولا مكروه، ثانيا من الناحيه العلميه لحمه يصير مسموم. ارجوكم هذه اللحوم لا تاكلوها لا تشتروها. الذي يذبح دجاج مقابل باقي الدجاجات، هذا لحم الدجاج مسموم. يقول لك ليش مسموم؟ يذبح نعجة مقابل باقي النعاج، يذبح مادر بقر مقابل باقي الأبقار، أي شيء أي حيوان. ليش؟ الآن الطب الجديد، إذا أكو أطباء يسألوهم يقول أكو غدة في الحيوانات اسمها غدة الأدرينالين، حتى بالإنسان. هاي الغدة في حال العصبية تصب الدم. احنا عندنا روايات عن رسول الله عن الإنسان، إنسان
النبي يقول وقت العصبية لا تأكل، لأن غدة الأدرينالين مسوي جسمك مسموم، هذا الأكل ما راح يصغر عافية. وقت العصبية أكل لا تأكل، خلي شوية، احنا بالعراق نقول ابرد شوية، ابرد بعدين أكل. وقت العصبية لا تجامع زوجتك، إذا جامع زوجتك وانت عصبي رسول الله يقول ابنك يطلع متوتر الأعصاب، خليك بدم بارد مرتاح مرتاح، هسه صرت عصبي تعاركت، ابرد 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 بعدين روح لمرتك. إلى هالدرجة الإسلام يأكد لا يكون واحد في حالة عصبية. ليش غدة الأدرينالين يصوب بدم الإنسان يصير عصبي يتوتر، احنا بنقول بالعراقي يصير حمقي، يعني يصير أحمق ما يحس. قال أمير المؤمنين عليه السلام الحدث ضرب من الجنون، العصبية جنون مسودن، احنا نقول بالعراقي مسودن، يتخبط خليه يبرد يبرد يطيب ويبارد. الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا صرت عصبي أنت واقف أقعد، إذا قاعد نام، إذا نايم أوقف، سويك غير حركتك، روح توضأ، اغسل وجهك بالماء حتى تبرد شوية. زين، مقابل عين خروف أذبح خروف، هذا يصب بدم غدرة الأدرينالين، لحمة يصير مسموم ما تشوف العافية من وراء، حتى لو يكون شوية أخص من السوق. تريد تشتري خروف بالشارع، قل للقصاب بشرط أن تذبح لي مو مقابل عين باقي الخرفان، لا يشوفوا باقي الخرفان. الآن شايفين بعض الدكاكين عندهم دجاج، زين يأخذ الدجاجة، هذا الحيوان ده يصيح، قلت ما تسمع شيء يقول هذا الحيوان، هذا ده يستنجد يستغيث، مقابل عين باقي الحيوانات يأخذ يذبح راسه، وهذا اللحم يكون أولا مكروه هذا العمل، الله ما يرضى به، ثانيا هذا العمل يصير سبب مسمومية اللحم، لا تأكل هذا اللحم. واقع نقول لكم هذا شروط. عندنا احنا كتاب في الفقه موجود في كل رسائل العملية، اي مرجع اللي تقلده، كتاب الصيد والذباحة، وتعلموا هاي المسائل الشرعية. مكروه ذبح الحيوان بالليل، يعني مع المغرب خلي الحيوان يرتاح، ورا صلاة الصبح ذاك الوقت، ورا صلاة الصبح الى المغرب اذبح الى العصر، ولكن اذا صار ليش هذا الحيوان ايضا الى استراحة. الامام يقول هاي الحيوانات تعبد الله تسبح الله، ليش الزحمة بالليل؟ خليه يرتاح باشر ذبح. عندنا موكب نريد نذبح، اذبح بس أول الصبح مو آخر الليل، دققوا شوية. فأكو مسائل شرعية هي دقيقة ولكن علميا أيضا مفيدة للإنسان لأن يورث العصبية. زين، أنصف أنصف الناس من نفسك، هذا الإنصاف قلت هو الله سبحانه وتعالى يقول الكير والميزان أكثر من الكلام في اللسان. أنصف الناس بلسانك، أنصف الناس بمعاملتك، أنصف الناس بأخلاقك. إجا رجال مقابل رسول الله عند اثنين أولاد، قبل ابنه باس ابنه والثاني، النبي رسول الله قال هلا واسيت بينهما، أنت ليش تبوس هذا دون هذا؟ مثل ما تبوس هالولد بوس هذا الولد، خل هذا الولد يحس عند أبوه، يعني اعدل اعدل فيما بينك أولادك اعدل. رسول الله يقول إذا حمل أحدكم شيئا إلى بيته فليبدأ بالإناث قبل الذكور. جايب وياك شوية حلويات بقلاوة، أول أخذ قدام البنات بعدين نروح، ليش هاي البنية رقيقة لطيفة هذه أكثر ولو هي أكبر عمرها بعدين نطل الولد. يعني هاي المسائل الدقيقة إخواني، العادل في كل شيء، في العائلة قلنا، في حقوق الحيوان مع النباتات، كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ما إلك حق تقطع الشجرة بدون إذن، يعني بدون دليل، ما إلك حق تخلي الشجرة تموت بدون دليل، تارتنا لنسوي العمارة مجبور إيه، ولكن أكرموا عمتكم النخلة، هاي النخلة إلها احترام، إذا ما محتاج تقطعها ليش تقطع؟ اللي الله بالقرآن يقول لينة، ما قطعتم باللينة أو تركتموها قائمة، اللينة يعني شجرة لا تقطع إلا إذا مجبور، أقول إجبار غير. فقضية التصرف في الحياة، تصرفنا في الحياة مع الحيوانات مع الأشياء تكون قضية عادلة. إذا صرنا عدال، إذا صرنا عادلين بحياة، الحياة تصير حلوة. يوم من الأيام ننتهي نطلع من هذه الدنيا، الناس يذكروكم بالجميل. محاسن هذه تزول فلا يبقى جمال
جميل الجمال ينتهي، الجميل ينتهي، المحاسن تنتهي. شيء واحد يبقى الإنسان الذكر الخير، كل إنسان محاسن هذه الدنيا تزول فلا يبقى جمال أو جميل. وما قدمت من خير سيبقى وربك حسبه وهو الوكيل، وربك حسبه وهو الوكيل. الله ما يضيع. أنا سنين كنت بالكويت، أكو حسينية اسمها حسينية جومدار، هي جومدار اسمها فارسية جومدار. قديما كان هاي الحمامات الكبار تذكرون الحمامات العامة، لما كان يطلع الشخص من الدوش يصفق، يجي هذاك يجيب للوزرة، شايفين الكبار يذكرون وزرة يارسة يجيب له، هذا يقولون جومدار الحمامشي. رجال غريب إيراني في الكويت منطقة عربية جومدار شغله، هذا معاشه متواضع، ايش قاعد ينطوب فلوس ذاك اليوم؟ افرض مثلا كان ينطوب اليوم نص دينار، نص المبلغ كان يخليه للحسين، نص يخليه لمصرفه. هاي الفلسات جمعهم جمعهم جمعهم، اشترى قاع بعيد عن مركز الولاية، خلى اسمها حسينية، حسينية جومدار، لا جنسية عنده، لا عربي يعرف، غريب، لا فلوس عنده، مشتري له أرض خارج الولاية. الآن اللي دحش وياكم، هذه الأرض الآن بقلب الولاية، من أهم حسينيات الكويت، حسينية جومدار، مات الله يرحمه. وما قدمت من خير سيبقى وربك حسبه وهو الوكيل. الله وكيلك، ما أعرف منه أبوه، منه أهله، منه عشيرته، رجال غريب ومو كويتي، إجا في بلد غريب وجاي عامل يشتغل يبني محسينية. يعني قصدي أحلى، كل واحد من عنده ومن عندكم يقدر عزيزي صمم تبنونكم في العمل خير، فالصدقة جارية خلولكم، اطلع من هذه الدنيا، خلي الناس يقولون الله يرحمه فلان سوى هذا عمل الخير، هذا اللي يبقى. وما قدمت من خير سيبقى وربك حسبه وهو الوكيل، هذا اللي يبقى للإنسان. هالليلة طالبين من عندي أتوسل، لأن يوم شهادة الإمام المجتبى روحي له الفداء، نتوسل بابن الإمام المجتبى، بل بأولاد الإمام المجتبى سلام الله عليه أجمعين. الإمام الحسن المجتبى عند يعني بعد الإمام المجتبى عليه السلام أولاده كلهم استشهدوا، واحد من أولاد الإمام الحسن وهو زيد ابن الحسن، هذا السيد الطاهر ذاك اليوم عمره 12 سنة، ما يجمع جده مع عمه الإمام الحسين إلى كربلاء، ظل بالمدينة ويا أمه. هذا الزيد بعد استشهاد الإمام الحسين نصف أولاد الإمام الحسن من ذرية هذا زيد، منهم سيد عبد العظيم الحسني في طهران، منهم السيدة نفيسة في مصر، منهم إدريس الأول وإدريس الثاني في المغرب عندهم حرم، مجموعة من أبناء رسول الله من ذرية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من نسل زيد. باقي أولاد الإمام كلهم انقتلوا في كربلاء، كانوا مع الحسين. واحد من هذول اللي كان مع الإمام الحسين عليه السلام
اسم الحسن ابن الحسن، ولذلك الحسن المثنى اثنين. ليش؟ لأن هو حسن اسمه أبو حسن، الحسن ابن الحسن المعروف المثنى. الحسن المثنى اتزوج مع ابنة الإمام الحسين السيدة الطاهرة فاطمة. فاطمة زوجة الحسن المثنى، كانت مع الإمام الحسين في كربلاء وكانت مع الأسرى. زوجها حسن المثنى صار شهيد، انقتل. هاي صارت أرمن العلوية. يوم عاشوراء الحسن المثنى طايح مع الشهداء. يوم 11 محرم اجى امر من ابن زياد الى عمر بن سعد لعنه الله عليهما، قال اقطعوا رؤوس اصحاب الحسين وارفعوها على الرماح وادفنوا امواتكم، هم مقتولين من عندهم دفنوهم، وتركوا هم على كلامهم لكي تسفيها الرياح وياكلها الذئاب، ولكن اللي هم رادوا غير، اللي الله راد غير. الان هاي قبور الشهداء بكربلاء ناس يزوروها، فتركوا الاجساد، اجوا واحد واحد يقطعون الرؤوس. طبعا هذول اليوم عاشوراء البارحه مستشهدين، اجوا كل واحد بيده خنجر، وهاي مو بطوله، هاي نذاله، يجون على اجساد اموات يقطعون رؤوسهم يرفعوا على الرماح. جاءوا الى جسد الحسن المثنى، الحسن بن الحسن صهر الامام الحسين، اجوا يقطعون راسه، شافوا هذا بعده دا يتنفس نازف دم شديد، ولكن بعد ده يتنفس نفس خفيف. واحد من عشيرة أمه اجى عند عمر بن سعد قال له هذا الآن انتهت المعركة وانت انتصرتوا، هبني الحسن، هذا الحسن المثنى انطيني. عمر بن سعد قال عمي هذا ميت، خلني اقطع راسه. قال ميت مو ميت، انا اوديه اداوي بالكم. قال انطاهي، شال الحسن المثنى جابه الى الحلة يعني في بابل، والله سبحانه وتعالى ارجع له الحياة. الحسن المثنى الله سبحانه وتعالى رزقه ابن، خلي اسم الحسن، الحسن ابن الحسن ابن الحسن، الحسن المثلث. الحسن المثلث عنده ولد اسمه حسين، حسين عنده ولد اسمه علي، علي عنده ولد اسمه حسين. الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث صاحب قصة الفخ، إذا سامعين هاي صاحب قضية الفخ، من أكبر القضايا في الإسلام. الآن وقت انتهى. هذا واحد. واحد من أولاده عبد الله. عبد الله منه؟ إحنا العراقيين نقول عبد الله أبو نجم، هذا بطريقة الديوانية. عبد الله أبو نجم هذا أم السيدة فاطمة بنت الحسين، أبو الحسن المثنى، يعني هو حفيد الإمام الحسين من طرف الأم، حفيد الإمام الحسن المثنى من طرف الأب. عبد الله المحض. ليش يقولوا له المحض؟ يعني ما نقول عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن الحسن ابن الحسن. هذا عبد الله عنده مجموعة أولاد، منهم محمد النفس الزكية، منهم إبراهيم النفس الزكية الذي قتلهم المنصور لعنة الله عليه، وهذول دفنهم في الحيطان، قضية مفصلة. هذول كانوا 13 نفر في السجن. المنصور اللعين أمر أن يسجنوا في وسط الصحراء، وإلى الآن صحراء. اللي رايحين من النجف الأشرف إلى الديوانية يشوفون وسط الصحراء أكو مقبرة، أكو حرم. هذول منو؟ هذول أقول للعراقيين يقولون عبد الله أبو نجم. هذا أبو نجم نفسه، هذا عبد الله المحض الذي مدفون في هذه الأرض. هدموا السقف على رؤوسهم، وهذول تحت السقف كلهم ماتوا، وهناك هو صار مدفنهم في وسط الصحراء، مع تفصيل أنا ما عندي مجال أفصل. فلم يبق من ذرية الإمام المجتبى عليه السلام ولد إلا زيد والحسن المثنى، البقية كلهم مستشروا وانقتلوا. الحسن المثنى الله انطاه الذرية الطيبة الطاهرة، يعني هالعلماء من أولاد السادة الطباطبائية، السادة الحسنية، هذول كلهم من ذرية، أكثرهم طبعا من ذرية الحسن المثنى. والسادة اللي الآن بالمغرب، بالمغرب الأقصى الآن أكثر من 5 مليون سيد يعيشون، وفي مصر هذول أكثرهم من أولاد زيد. زين اللي قلت لكم سيدة نفيسة لها مقبرة مفصلة في مصر، الناس يروحون يزورها سلام الله عليها، وإدريس الأول وإدريس الثاني في فاس ومكناس، مدينتين في المغرب، الناس يروحون قبة حرم يزوروهم إلى آخره. خلي يبقى الكلام. أولاد الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن في مثل هذا اليوم استشهد، عمر الشريف على رواية 40، 41، 42 على كثير شاب، خلف مجموعة من الأولاد، هذول كلهم كانوا بخدمة الحسين، منهم القاسم ابن الحسن.
القاسم صار مميز بين أخوته مع ما القاسم أخوه أبو بكر بن الحسن بطل وعمره أكثر من القاسم، عمره 18 سنة وقتل أكثر من القاسم من أعداء الحسين، ولكن اسمه مو مخلد مثل القاسم. أو أحمد بن الحسن، أحمد هذا كان عنده بطولة 16 سنة عمره، يعني قلب اليمين على الشمال في كربلاء. ولكن القاسم ليش صار مميز؟ هذه القضية أنا في دقيقتين أبينها. القاسم هل تزوج أو ما تزوج؟ هذا مورد خلاف، هي مو في مسألة شرعية حتى نريد نقضي وقت عليها، إنما هذا اللي يقولون القاسم العريس صار عريس لو ما صار عريس، اختلاف رأيان. تاريخ يقول ما صار عريس، ما كان عريس، ما كان عقد. القاسم عليه السلام استشهد وهو أعزب. الرأي الثاني يقول لا، القاسم استشهد وهو عاقد على بنت الحسين السيدة سكينة. ليش عقد على الرأي الثاني؟ شوفوا إخواني، أهل البيت عليهم السلام يشجعون على الزواج من رسول الله، أخذ ركعتان يصليهما متزوج خير من 70 ركعة يصليها عزب. أكثر أهل النار العزاب، نوم المتزوج خير من قيام العزم. هاي روايات كثيرة عن رسول الله وعن أئمتنا عليهم السلام، من تزوج فقد أحرز نصف دينه أو ثلثي دينه، رواية عن رسول الله. فالقاسم عليه السلام أقول رأيه، الرأي الأول يقول أصلا ما كان عقد. الرأي الثاني، القاسم يوم عاشوراء جاء عمره 14 سنة وطلب، طبعا احنا لما نقول 14 سنة نشوف ذول الشباب الصغار الله يحفظهم اللي عمره 14 سنة. آل بيت عليهم السلام كانوا أشاوس علويون، والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود. يعني القاسم الروايات تقول لما تشوف تطيع 20 سنة من كثرة العضلات والقوة الجسدية اللي كان عنده، هذه كانت تربيته للبيت. ولذلك العباس كان لما يمشي مع شباب بني هاشم بمقدار الرقبة والرأس كان أعلى من عندهم، فكان يعرف بقمر العشير مثل قمر وسطهم، قمر بني هاشم، وبنو هاشم كلهم كانوا أقوياء. القاسم عليه السلام جاء مع الحسين، ويوم عاشوراء بعد استشهاد علي الأكبر طلب من عمه الإجازة. الإمام الحسين لم يأذن له، حيف الوجه الحلو هذا الطيب شلون يروح من إيدي كفلقة قمر طالع، الراوي يقول. القاسم جلس يبكي لأن الإمام الحسين عليه السلام مدى يأذن له، هذا حفيد علي بن أبي طالب مو إنسان عادي، جلس يبكي. تذكر أنه وقت استشهاد الإمام الحسن المجتبى في مثل هذا اليوم، أبو الإمام الحسن آنذاك عمر القاسم 4 سنوات أعطى عوذة، قال له ولدي إذا ضاقت عليك الدنيا فتح هذه العوذة. طلع العوذة فتحها شاف مكتوب بيها ولدي قاسم إذا حان يوم عاشوراء ورأيت عمك الحسين وحيدا غريبا بكربلاء فإياك أن تقصر في نصرة عمك الحسين. الولد فرح، شال العودة جاء إلى خيمة الحسين، يا عم هذه وصية من أبي الحسن. الراوي أقول على الرواية الثانية، الإمام الحسين عليه السلام لما شاف نزلت دمعة الإمام الحسين، بكى لما شاف خط إيد أخوه، وقال علي بابنتي سكينة. جابوا سكينة في خيمة والقاسم عليه السلام في خيمة، الإمام عليه السلام دخل. هذه كانت من الصغر يقولون سكينة للقاسم، القاسم لسكينة، عقد بينهما عقد شرعي، مو دقرقس مو عريس، عقد. ليش؟ القاسم يموت متزوج أفضل مما يموت أعزب، يعني يروح للجهاد، جهاد المتزوج خير من جهاد العزب، صلاة المتزوج خير من صلاة العزب، قيام المتزوج خير من قيام العزب، وهكذا هالمقدار. عقد وتركهما في الخيمة. القاسم عليه السلام قال لابنة عمه زواجنا يوم القيامة، الآن أرى عمي الحسين غريبا وحيدا. فودع زوجته الجديدة سكينة بهالمقدار عقد وخرج من الخيمة، جاء إلى خيام النساء إلى أمه رملة وأراد الإذن للبراز. هنا أنا بعد الروايات تختلف، بعض الروايات تقول إلى الآن أدنى عادة لما الولد يريد يسافر إذا يكون وحيد أمه، أمه تجيب القرآن يقبل القرآن تعبر من تحت القرآن،
جاءت رملة بالقرآن وقبل القاسم القرآن وخرج إلى الشهادة. القاسم عليه السلام شفتاه ذابلتان من شدة العطش وصاها قال لها أماه إذا شربت شربة من الماء اذكري عطشي. وصيت يما وصيت سبعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله لذكر شبابي محروم أنا يا واردة من دون كل أصحابي عطشان أنا يا واردة وقت الشريب ذكريني. لما خرج القاسم هنا الشاعر العراقي يقول لزمة رجايا يا بسكينة وين وياي ايه وعمت بحرقة الشين ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوكيل حالك لعمك ضم هز الرموح وتشال يا والدة ذكريني بعد عطشان أنا يا والدة وقت الشرب وقت الشرب ذكريني. تقدم نحو القوم يقول حميد بن مسلم خرج من الخيام شاب لم يبلغ الحلم ووجهه كفلقة قمر طالع. تقدم نحو القوم وصاح إن تنكروني فأنا نجل الحسن. سلام الله عليك يا مولاي يا أبا محمد. إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمرتهن. أشار إلى عمه الحسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون قاتل قتال الأبطال وإذا بنعين اختفى خلف نخله وهو عمرو بن سعد الأزني ضربه بالسيف على أم رأسه سقط إلى الأرض ونادى يا عمى أدركني جاءه الحسين عليه السلام حمله نحو الخيام وكأني بأمه ناديت يا ابني يا ابني يا ابني انقطع منك نصي يا نردك دخور ليا يا 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 امشي يا ابني يا ابني يا ابني محروم من شم العذيبي. حلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء خضبوا وما شابوا وكان
بدم من الأوداج للحناء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ارفعوا أيديكم نحو السماء تضرعوا إلى الله. عاش مرات بحق الإمام المجتبى وبأبناء الشهداء. عاش مرات يا الله يا الله يا الله يا الله رحم الله هذه الأسوار رحم الله هذه العبرات يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله قبل إسبال الأيدي إلى الأرض. لا تنزل إيدك اطلب. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. انصر شبابنا المؤمنين على داعش والظالمين. اللهم اشفي مرضانا آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.